هنالك أطراف خارجية ذو أجندات سياسية تترقب الخلاف بين الشعب العراقي وخاصة بين الأخوة الشيعة والسنة، تترقب الخلاف حتى تستطيع أن تضرب ضربتها القاصمة. ولكن بوجود العقلاء ووجود الأخيار في هذا البلد، الفتنة إن شاء الله تنام ولا توقظ. فلذلك نخاطب العقلاء من المراجع الدينية السنية والشيعية أن يكونوا على قدر المسؤولية من نزع الخلاف وفض المنازعات بين الوقفين حتى لا يستمر الخلاف إن شاء الله، وحتى لا يبقى حجة لأعداء الله أن يدخلوا بيننا وأن يفسدوا ما بيننا من ود. ونحن ليس فقط نستنكر، وإنما نعد ذلك إجراما فاضحا ومن أعظم الإجرام في دين الله عز وجل، ونهيب بالجميع أن يضبطوا أنفسهم وأن يكونوا بقدر المسؤولية وأن يحل الخلافات القائمة بالسبل الطيبة التي تعبر عن طيبة هذا الشعب التي تكون لجميع أطيافه. فندعو جميع أبناء الشعب العراقي إلى تفويت الفرصة على دعاة الفتنة الطائفية التي لا ينتفع منها إلا أعداء الوطن. ندينه بشدة ونستنكر الأعمال الإجرامية التي كانت في صباح هذا اليوم باستهداف الوقفين الشيعي والسني التي قام بها دعاة الطائفية، وأننا في هذا الوقت الذي ندين فيه هذه الأعمال الإجرامية التي قام بها دعاة الطائفية وتمزيق هذا البلد، أدعو أخواني من الأئمة والخطباء وكافة العراقيين تفويت الفرصة على العابثين بوحدة هذا البلد وأمنه، ووأد الفتنة للوصول إلى شاطئ وبر الأمان.